قوموا مقطع يا حبايب، نزلت لكم مقطع كناري كلش على قناتي الثانيه. اتمنى من الاشخاص يروحوا يشوفوا اللي يحبوني ويدعموني على هذه القناه لان مقطع كلش متعوب عليه. الخبر الاول اللي عدنا 20 بيوتي وردها على اسئله المتابعين. نزلت هذا الستوري كانت تطلب من المتابعين انه يسالوها اسئله، بعد نزلت هذا الستوري يسالوها شنو المفاجاه اللي مجهزت لنا اياها. هي اعلنت قبل كم يوم تقريبا انه هي مجهزه مفاجاه ناريه، فكاتبهم يعني من الواضح هناك شيء خرافي قاعد مجهزت لنا اياه. بالستوري اللي بعده يا حبايب صار يسالوها شو وقت اخر مره بتشيتي، فردت على هذا السؤال انه اليوم هي بتشت لان هي كلش حساسه. بالستوري اللي بعده يا حبايب سالوها هل حتكون المفاجاه عباره عن خطوبه، فردت عليهم انه انا 17 واللي هي تقصد انه عمرها 17 سنه، فشلون هي تزوج وهي ما زالت صغيرة. بكتب يا حبايب بالكومنتات شو رايكم برتشيرين على هذه الاسئلة، وانتقل حاليا لاصالة المالح وردها على اسئلة المتابعين. فنزلت هذه الستوري تقول شو تتوقعون المفاجأة اللي مجهزت لكم اياها؟ فقالوا لها ميلان خطبة، طبعا ميلان اللي عمرها 3 سنين، فهذه كانت ردة فعلها على هذا الشيء. وبالستوري اللي بعده قالوا لها انه ترجعون على كندا، فردت عليهم انه لا. وبالستوري اللي بعده كانوا كتبوا لها انه انت حامل، على اساس هذه هي المفاجأة، فشوفوا شو ردت فعلها. وبالستوري اللي بعده صار يقولوا لها المفاجأة اللي مجهزتها هي حتكون اغنية، فقالت يب هذا الشيء صحيح ولكن اكو شيء ثاني هم جانب الاغنية. وطبعا بالنسبة للاغنية احباب في اعلنت انه حتنزل اغنية على قناتها الاجنبية حتكون باللغة الانجليزية. فكتبوا احباب بالكومنتات شو رايكم برد اصالة على هذه الاسئلة، وننتقل حاليا لانس وبيسان اسماعيل وشو اللي قاعد يصير وياهم. فنزلوا شوية ستوريات على حساب بيسان بالانستغرام، وهذه الستوري كان عم تهكر حساب انس الشايب ونحذف خالص من الانستغرام وتهكير حساب بيسان اسماعيل للمرة الثانية، وتنزيلهم الصورة غريبة كان عبارة عن هكر يقول انه حساب بيسان راح يتهكر قريبا. فبالصورة كان منزلها واضح انهم كل كانوا متذاقين ودهشون كلام من قلبهم واشرحوا شنو اللي صار، وبنفس الوقت فتحوا حساب جديد لانس شايب بسبب انه حسابه الاساسي هو انحذف بعد ما يرجع ابد. فهذا الحساب يا حبايبي اللي حاب انه يروح يتابعه وان شاء الله طبعا يرجع الاول، بنفس الوقت ان شاء الله انه الله يوفقه هذا الحساب. اكو راح اعطيكم الستوريات مالته شوفوها. كيفكم؟ حبايبي في شيء مو طبيعي عم يصير، امبارح حساب انس طار كامل، وانا حسابي كل ساعتين تقريبا عم ينزل فيه بوست هاكر، وانا من امبارح لليوم ما نمت عم حاول. المشكله حبايبي تعرفوا شغله انه احنا مش لاقيين حل حسابي انه نرجعه، ما في امل انه يرجع، عملنا كل شيء بنقدر عليه، وحساب بيسان عملنا كل شيء بنقدر عليه انه نحاول نحل المشكله برضه مش قادرين. بيسان صفحتها 4 مليون وموثقه، كل ساعتين حدا بينزل على صفحتها بوست. ما بعرف كيف بينزلوا بوست بدون ما يعملوا ما بعرف كيف عم ينزلوا بوست، يعني هم حساب يعني. بيسان فيش حدا داخل عليه، بس انهم بيقدروا كل ساعه ما في لوج ان ينزلوا صوره وانه هكر راح نهكر حسابك سون قريبا وزي هذا الحكي. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، مش عارف كيف يكبون عليهم حبايبي يقطعوا ارزاقنا، يعني انا وبيسان السوشيال ميديا والله تعبنا حساباتنا سنين، تعبنا حسابات سنين، غير هيك هاي رزقتنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، كيف بون عليكم هيك كبسة زر تضيعونا تعب سنين احنا بنتعب عليه؟ يعني والله لهالدرجة عن جد نجاحنا ضاغطكم. على كل حال حبايبي نحن حاولنا نرجع انس، نرجع حساب انس كتير حاولنا وما زبط معانا وما في امل شكله يعني، فقلت له انه يعمل حساب جديد، فوتوا هون على حسابه ضيفوه ان شاء الله حينزل كل شيء هنيك، وراح نضل نحاول بحسابه ان شاء الله يا رب يزبط، بس حاليا ما في امل، على الاغلب كتير يطول او ما يرجع على الاخر. بس قلت له يعمل حساب جديد وعمل حساب جديد، فكلكم ضيفوا عليه حبايبي. يا الله حبايبي شو كمية الوجع هيك، 2 مليون كبسة زر الروح، والله صدمة كبيرة طبعا. فعملت صفحة جديدة على الانستغرام وبس، حبينا نطلع نحكي لكم شو في وجع جواتنا. اعطيكم الف عافية، باي. وننتقل حاليا لمحمد كريم وتنزل شوية ستوريات قاعد يعني من خلالها انه واميرة رجعوا لبعض، ونقول له هذا الشيء صار قبل كم يوم تقريبا، وصار يسأله انه ليش انت اعتذرت الاميرة بالبث المباشر، فصار يقول انه هو يعامل مرته اللي هو يقصد اميرة الحسين مثل الملك. على كل اعطيكم الستوريات شوفوها. يا ربع السلام عليكم، شنو البارحة سمعت اخبار انه انتم نايمين مرتاحين، ليش صاير اكو شيء؟ ليش عبالكم صاير شيء؟ لو كافي كذي بعد ترى لينا كافي يا محمد. لا ذيك ما اولى والله من الفضاء باعوا، خليني اعترف لكم صراحه يعني انت ما عندك كرامه تعتذر؟ اعتذر؟ ما عندي كرامه والله العظيم. خليني اقول لك اياها، اللي عامل مرته كانه اميره معناتها متربع على يد ملكه، بس هاي شغله انت ما راح تعرفها. اي بس على الشقه للامانه يعني من وقتها صورنا مصطفى للاعتراف، هذا واحد من الاعترافات. اي بوقتها كنت تحكي اميره ودازلها صوره الاسد ومستلم صوره الاسد، بس ما كنا مصالحين للامانه، كنا بس ها بعدنا دريد يعني دلوب. انا ما قلت الصالح، قلت لهم دا يحكي ومصالحين قريبا. اي قريبا العد صحيح، بس مصالحين كنا؟ لا والله ما مصالحين صراحه، يعني ما كنا مصالحين، بس كنا بدايه حكي بدايه راجعه ها عنينا.
من الاخير يا عبوي. اما هسه الحمد لله الامور طيبه، راح ارجع حالي حلال. اخبار حلوه ثانيه، احتمال ببرلين. هاي شو اسمه، هاي لا كذب، هاي ما سجلتونا كذب براحتك. لا يا ربع هاي كذب والله. زين بس الحمد لله والشكر يعني الامور طيبه هسه. لا لين دا يسوق مصطفى، بس هي الامور بشكل عام الحمد لله والشكر طيبه. ونختم اخر شيء محمد جواني، وهل راح ينزل اغنيه حب البيسان اسماعيل؟ فنزل هذا اللي ستوري كان كاتب بي شو تتوقعوا الاغنيه الجديده حتكون حب او حزين؟ فما ادري صراحه اكتبوا لي الكومنتات يا حبايب، هتوقعوا الاغنيه الجديده حتكون عباره عن حب حتكون عن حزن؟ ما ادري اكتبوا لي توقعاتكم. وبنفس الوقت نزل شويه ستوري كان من داخل المستشفى يسوي تنظيف بشره. وبصراحه يا حبايب وصلت المقطع، لا تنسوا مثل ما قلت لكم يا حبايب على القناه الثانيه نزلت لكم مقطع كلش 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 متعب عليه. اتمنى تدعمون عليه بس زر لايك، اشتركوا بالقناه هناك وهنا يا حبايب، اشتركوا بالقناه وحطوا زر لايك، ما تخسرون ادري بيكم انتم كلش خرافيين. بس تشيك فيز زي ما قدمت القصص. مع السلامة.